الأخوات المستشارات الإخوة المستشارين كل من بواسطة المنابر الإعلامية الحضور الكريم. أنا بغيت نوضح واحد المسألة بعد قبل ما نبدا الكلمة ديالي، أنني اليوم كنت غادي نقاطع هاد الدورة هادي. علاش كنت غادي نقاطعها؟ لأنني مايمكنليش نحضر في الدورة اللي باش يكمل هاد النصاب ديالها كان ضروري من العزاء ومن الولائم باش غادي يكمل النصاب تاع الدورة هادي. مايمكنليش نحضر ونخاطب رئيس اللي سحبت منه الثقة أنا ويعني أغلبية المستشارات والمستشارين. سحبنا منه الثقة، يعني جوستيفينا بالتفصيل على سحبنا منه الثقة. سحبنا منه الثقة لأنه تيفارق في القرارات ديالو، لأن ما شفنا حتى شي تغيير في مدينة مكناس، لأن مدينة مكناس واقفة ما كتزاد فيها حتى شي حاجة، لأن الوعود اللي تعطات للساكنة ما تم حتى الوفاء حتى بشي حاجة منها. دونك أنا التساؤل اللي عندي اليوم اللي حاضرين، يعني واش غطينا الثقة في الرئيس؟ إلا غطيناه دونك كان خصها تكون تغيرت شي حاجة من آخر دورة اللي سحبنا فيها الثقة إلى يومنا هذا. حنا ماشي مرافقين، ما غاديش نجيو نكذبو دابا على الساكنة ونقولو لها راه تبدلات، راه كانت عندنا لاباكيت ماجيك وراه تغيرت شي حاجة من داك النهار لهاد النهار. الحرير غادي تزايد وتتدهور، المدينة نقدر نقول أنا ولات يعني عايشة في واحد المهزلة اللي ما عمرها ما كانت. أنا بغيت نقول لسي جواد أنني واحد المرة كنت درت جوج تكوينات، يالله من بعد ما تنصب رئيس وقلت بأن مدينة مكناس ليست في أيادي أمينة، وكانت قامت الدنيا وجلست على ديك التكوينة، واليوم تنأكدها مدينة مكناس ليست في أيادي أمينة، وقلت بأن رئيس جماعة مكناس لا يمثلني، واليوم أعيد وأكررها، رئيس جماعة مكناس لا يمثلني، ماشي لا يمثلني كشخص، لا يمثلني كما قال السي هشام، لا يمثلني لأنني شفت واحد الفيديو تاع واحد الشاب اللي خرج في الانتخابات الجزئية وقال بأن السيد الرئيس بأنه يعني سمح في المرشحة للحزب ديالو ومشى عاونو ماديا وانتخابيا، وما كانت حتى شي رياكسيون السيد الرئيس. كنت نتمنى أنه يخرج يعني بواحد الندوة حتى هو ويكذب ما قيل، كان كما قال أحد المستشارين اللي معروف بالمصداقية ديالو واللي معروف بالأخلاق ديالو، كان قال بأن مجلس فيه السماسرة وبأن كاينين دي زوديو اللي تيأكدوا بأن كاين شي حوايج يعني ماشي قانونية تدار وشي صفقات وشي حاجة اللي ماشي هي هذيك. انتظرنا من السيد الرئيس اللي تيمكننا اللي حنا تنتميو نفس الحزب معاه أنه يدير شي رياكسيون، ما دارت حتى شي حاجة. سمحنا السيد الرئيس، حنا ما غاديش يمكننا نبقاو حنايا ثنيا تنعيشوا العبات، ما غاديش يمكننا نبقاو تنكذبوا على مكانسة، ما غاديش يمكننا نبقاو نغطيو الشمس بالخربال. راه اللي باين باين. السيد الرئيس فينك؟ فين كنت هاد المدة هادي كاملة؟ بغينا نعرفو إلا بغينا نتلاقاو فين نقدر نلقاوك؟ فين كاين المكتب ديالك؟ فين كاين السكن ديالك داخل مدينة الكلاف؟ يعني واش السيد الرئيس أنت غادي تبقى تسير من المدينة من الرباط؟ راه عيب وعار. تقدر السيد الرئيس تكون ناجح في المهمة ديالك اللي تتمثلها في مدينة الرباط، الله يسهل عليك الله يعاونك، ولكن راه حنا في مدينة الكلاف راك فشلتي، وراه الفشل ديالك راه لحقنا كاملين، لحقنا كمستشارين من الحزب ديالك، لحقنا كمستشارين في الأغلبية، لحقنا كمجلس كامل تمثل مدينة مكناس. كان عليك تكون عندك الجرأة الأدبية وتقول أنا فشلت وما نجحتش كثير، نجحتي في حاجة أخرى ما تنختلفوش معاك عليها. حنا دابا تنكونو في الشارع تنتلامو، تيقول لك السيد رئيس جماعة مكناس محمي من رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار. يعني أنا بحكم المعرفة ديالي السيد رئيس الحزب وبحكم المعرفة ديالي أعضاء المكتب السياسي، أنا على يقين بأن كاين شي مغالطة في الموضوع. يستحيل أن رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي يضحيو بمدينة بحجم مدينة مكناس، بالسكينة ديالها، بالتاريخ ديالها، بالحضارة ديالها، بالعمران ديالها، مقابل أنهم يرضيو شخص واحد. ما عمرنا كانت حنا عندنا هكا آلية هادي داخل حزب التجمع الوطني الأحرار. السيد الرئيس تحضر مكناس كل ما حضرتي تنسمعو شي صفقات وتسلبوها، تنسمعو كشيتي باش توقع على السوق الأسبوعي، على لي بارك ومين باركينغ، واش انت السيد الرئيس واش وقع لك الثقة وقعنا فيك باش تقابل لي بارك ومين باركينغ ولا هو أسبوعية؟ واش هادو هما المشاريع الثانوية اللي جيتي وعدتي بها الساكنة؟
واللي حنا دعمناك وايدناك ودرنا فيك الثقه بناء على البرنامج اللي جيتي به واللي جينا به حتى حنا معاك. السيد الرئيس وكلات كلها حفارين، كلها مشوها بالحفارين ديال الكلاس. كان عندنا امل ان داك الزفت اللي كاين هنا في الجامعه غادي نقطعوا به شي شويه بالحفارين، فاذا بك تمشي تطويه كامل عند صاحبك وتتخلي بنيت الكلاس كلها كيلي ما عرفتش كيفاش غادير نوصفها. السيد الرئيس حاجه وحده اللي غادي نقول لك، الطريقه اللي غادي بها راه لا توش من الخير، الطريقه اللي غادي بها راه عباره عن غزاله، الطريقه اللي غادي بها انا بعدا يستحيل انا كشخص يعني كمنتخبه انني غادي نلفق الكاسه وغادي نمشي معاك في السياق ديالك. ما عمرني ما غادي ندير يدي في يديك، ما حط الامور على بها الطريقه هذه. نهار انا تكاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت امتي على ضلاله كما لي بانه لا تجتمع على ضلاله حاليا. هادشي هذا راه مشروع عليك السيد الرئيس.